شيخنا الفاضل حفظكم الله، كيف ننوي الصيام؟ وهل للنية وقت محدد في الصيام؟ وهل تكون النية خاصة لكل ليلة من ليالي رمضان أم تكفي من أول الشهر؟ طبعا النية شرط من شروط صحة الصيام، من شروط صحة الصيام النية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والعزم على فعل الشيء والذي سيكون. والنية بالنسبة للصوم الواجب تكون من الليل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وبالنسبة لصوم رمضان، جمهور العلماء يذهبون إلى أنه لكل ليلة من ليالي رمضان نية مستقلة خاصة بها. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأن أيام رمضان الصيام، الصائم لما يأتي وقت الغروب يفطر فيأكل ويشرب، ويعني يتناول ويتعاطى المباحات التي منع عنها في نهار رمضان، إذن يحتاج قالوا إلى تجديد نية. ولذلك يذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لكل ليلة من ليالي رمضان نية خاصة، نية خاصة. والقول الثاني بأن رمضان تكفيه النية العامة وهي من أول الشهر، قالوا لأنه عبادة أيامها متوالية، لا يجوز للإنسان أن يفطر في يوم من أيام رمضان بغير عذر، فإذا أفطر لعذر كسفر أو مرض قد يجدد النية. طبعا الاحتياط القول الأول، والاحتياط القول الأول وهو أن لكل ليلة من ليالي رمضان نية. طيب كيف ينوي الإنسان؟ يقوم إلى السحور، هذه النية، يستحضر ويتذكر بأنه يعيش الآن في رمضان وغدا سيصوم، هذه النية. النية سهلها الله، ولذلك يقول بعض العلماء: لو أمرنا الله جل وعلا لو أمرنا الله جل وعلا بأعمال من دون نية لكلفنا ما لا نطيق، لأن لكل عمل نية، لكل عمل نية. عموما القول الأول أحوط، لكن القول الثاني قد يحتاج إليه الفقيه حينما تقع مسألة. مثلا يعني كيف شخص رجع من دوام العصر ونام، نام قبل صلاة المغرب، وما استيقظ إلا بعد صلاة الفجر، وما استيقظ إلا بعد صلاة الفجر، فما حكم صومه؟ على مذهب الجمهور لا يصح. لماذا؟ لأنه ما بيت النية من الليل قبل الفجر. وعلى قول المالكية ورواية عن الإمام أحمد واختارها جمع من العلماء الذين يذهبون إلى أن نية رمضان تكفي من أوله أن يصوم الشهر كامل، قالوا بأن صومه صحيح. عموما يعني الاحتياط أن تكون لكل ليلة من ليالي رمضان نية خاصة به.